اليوم يا اخوان المشاركه في الوجهه مع الدكتور بدر الداهوم ما هي لشخص بدر الداهوم وان كان مستحق. الدكتور بدر الداهوم رجل صدق مع نفسه قبل ان يصدق مع الناس. رجل كان صريح وحريص على المال العام. رجل كان وقفاته واضحه وجليه. ولكن الوقفه اليوم وقفه مع اداء الدكتور بدر الداهوم. اليوم الوقفه وقفه مع صوت بدر الداهوم. بدر الداهوم يمثل راس حربه في محاربه الفساد. اليوم مجرد التلميح بقرار المحكمه الدستوريه مسبقا وما ستؤول اليه هذا مؤشر خطير، وهذا جر للسلطه القضائيه في الصراعات والخلافات السياسيه، وهذا ما نتمنى ان ننأى به منها. لذلك ما تقدم به الدكتور الصقعبي وزملائه في اعاده تفعيل ماده 95 والغاء تفويض المحكمه الدستوريه اصبح واجب ومستحق. غير ذلك الان الزج في السلطه القضائيه في كل القضايا بالتاكيد سوف يسبب خلافات، ولكن المحكمه الدستوريه مثل ما ذكروا اخواني السابقين هي محكمه ذات اختصاص وليست مثل المحكمه الجنائيه او المحكمه الجزائيه او غيرها. لذلك النقاش فيها والتوجيه ما هو توجيه لذاتها، ولكن جميع القانونيين ذكروا بالتفصيل في معظم الحالات السابقه والمشابهه سلامه وموقف الدكتور بدر الداهوم. لذلك احنا متفائلين بشكل كبير جدا بان باذن الله يوم 3/3 راح نفرح بالدكتور بدر الداهوم عضوا في مجلس الامه باذن الله، يكمل مسيرته هو زملائه في الاصلاح. الكويت بحاجه لكل مصلح من امثال ابو حمد واخوانه الزملاء اللي حاضرين. الان حضور هذه المجاميع قاطبه والمتابعين في جميع وسائل السوشيال ميديا يدل على ان الشعب الكويتي شعب حي ويتابع ويحاسب الجميع. لذلك لن نقبل بان تفرض ادوات الفساد سلطتها وترهيبها لجميع النواب ولجميع صوت حر يمثله بدر الداهوم او غيره من زملائه. ما يقوم فيه ابو حمد هي رساله واضحه وهو راس حربه في هذا المضمار. غير ذلك انا اتمنى مثل ما ذكر في الدستور في الماده 107 اللي كان ذكرها المؤسسين بقضيه انه ما يتم تنقيح الدستور ولا مواد بعد مرور 5 سنوات لاعتقادهم بزياده الوعي عند الشعب خلال سنه سنتين، ولكن للاسف مضى اكثر من 50 سنة ولم ينقح الدستور المزيد من الحريات والصلاحيات لهذا الشعب. آن الاوان لعمل شيء في هذا الجانب، لكن عودا على بدء بالنسبه لموضوع القضيه، حنا كلنا ثقه في سلامه موقف ابو حمد وباذن الله نراه ان شاء الله عضوا ثابتا في هذا المكان. الله خير يا دكتور. وشكرين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.